عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود تملكاتو جاجن انقوان لاند شارات متواربا عندن يوم تهجرا يعيد الأضحى عرفة بقال بسلامة درساتو. لك والملك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. الله تعالى يوم القيامة زنجوتشن بمرجاي مقتل طبيبانون دميلوتن بشتنجوتش ببشتاتشو تغن كأملكو بيزناقو نبي الله أيوب وابي عدرقو يمقتاتشوال تريت ألبا دهنتن مكنيات بيادرقو دقمو نبيو عيسان وابيادرقو يموقتال انيام لزاري انيائنا موچو بقرآن لا يسلال لنشل تنينت يمن موقت ببتن لب برهانون دماتشنن ليو تاريك ودنان تلنادر صدر عدم بهن دوردو حواب جدالا يسلفو ستلفا واسدو اقنانيا شو بأرض العرفة تزاسي قنانيو على شو قادرو قضاو تقدمو الدرس قدرو تزاكو يالون على شو بسيرو تادم لاي بحوا ترامد ينورو حواب لوالون انديت يالا نقر يشي سرقزنا بمالاك او نقر بمطابني لاي مريد تبوي نبر الحمد لله دهنا تولدي نورو تقم ይህ የምትመለከቱት ወንድማችን ከጨቅላነት እድሜው ጀምሮ የአይን ብርሃኑን ያጣና አላህ በሁለቱ ተወዳጆቹ የፈተነው ሰው ነው። የዚህ ሰው ልዩ ልዩ ጥረቶችና ስኬቶች ደግሞ እኛን አይናማዎቹን ያስንቃሉ። የአይን ብርሃን ይያለን ቁርአንን ለማንበብና ለመረዳት بلوم ديناوي وقتوچن لما كابت طرات ما درقسي گبان بنتو فنتو وازا تتمدن باللنبت اندزي عينت وندماچن لب برهان بمهون قرانن بقال حفزو بجورو گب دمص يامبلبلوتال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لعرفة بعد مكان درساته مجمعية كذاب أسقدمي أني سمي عثمان عمر يمي بلسي هون أقري قندرني يتولي القبة دمو زو قندر كتما سيهون بأما تمرتو دمو يو شي زت إمتو سبارات تقم تعاولت كم مالك نا هني مثلا لأقرينا ولدتي هينو مالك. بغندر كفل هاجر يتولده شيخ عثمان جامع الكبير بتسنيو يكتماو تحلق مسجد وست بنبرو مدرسة قرآن يكراد دقى. يا الحمد لله كل جنة جمرو ب يا ويعد كتب مني أو بقرآن سكرة علم يتلاينت وكاتو تشنم سمرنو الحمد لله يعد كتب لزمنا الحمد لله بالجنتي ك غندر كتما وسط كنبروت نسكروت مدرساوچ مدرسه وسط جامع الكبير بالال ازا وسط گبچي نو انگدي بوزو اوقات مجمريا اسكت بوزو عربنيا نمار نبر قران بوزو اينت بچا يسط نبر الماده ميبال مات ي የትምርቱ አይነት ብዙም ይሰጥ ነበር። ከዛም አረበኛዎች ነበሩ ተጅዊዱም ቁርአኑም ነበር ሁሉ እና
يعني هلو تكتاتي يالله قرآن مش موسى مبالو يزاق زيد دالي كارو مديرو ساتشو نمبرو ياو ساتشو نو توجيه مادرقوني نمبرو سلازي بكا هو تاتشن بمولو سنات أفهم من ديت مارم ندال باتشو هلو بكا بتام أستماري نمبرو بتام إنا الحمد لله كزا ساتشوهم لاني تلك بوتا نبراتشو عثمان دزي بتهون هين بتادرق هين زي درجة لين بتدرس يالو بتشا كل جنة تجمرو بزو توجيه هذا رقولي نبرا الحمد لله كزم بمكتل يو بزو اين تمرتو تشيستون بزو سيادة رقولي الحمد لله كزا القرآن يجمر كت يو كزانو يو يجمر له بس جزء إنه تسمعني أما ثمرت اللي هو إنه نزا كزا أنستن يو يتم القرآن يكرر من ملوك شنو مية تمرتو شيء يا كهرنا الحمد لله بتبزانو متشم كجامعة الكبير نوم جري هلو النجار يا زنو معرفنا شيخ عثمان بزاية النشنة تدمي يا عين برهان باين روم كقرآن مكري عجزي وتشي اللون وقت بزياتشو كتما أرادا بتسنية مسجدوست إمامو دنبروت تالاقو عليم شيخ صالح إيسا زند يفكيه وكتم يك اسم نبر كجامع الكبير يك أران سالن دمو كزاي يهدن مالتنو كبدر فقزياتشن شيخ صالح إيسا من بالو تتاوقات شون دهون يو هلوم ياقات شوال يو هلوم شخناتشو يهرن أرادا مسجدون كساتشو بدر فقزياتشن قران بار إيه ولا إني تزيلني القرآن حفظي جرسكين سمانيا زت إني لا ينبع سمانيا زت إني ويزت أنا له إنذا إنذا ياروكين كشخص العيسى قرآن نبر معلتنا ليلو تشن تمرتش معلتنا بقرآن حفظ لاي بركاتا يردوات شو سووه تشالو شيخ عثمان كمدرسة ملس ياغن يتنسوه اللو قرآن قلت أهم ببلن سمعني يالو يحفظ شلوتاتشون يادابرو نبر يانتم لسويو يراسم ترتي تيك على زيلاي بيتشا أنت سو يوغوتا قوتا سيوان أنتم نيهون يزاقزي من دلو يما حفظ قوتا نبري مالات يعني يما حفظ يما قرات من قوتا نبري بيتشا يما يالفون سو وده شوخوتشو سال السما وده شوخوتشو سال السما كذا يغنيو تندرسا بمول استهينا ببلي كذا صحيفة هنجلتنا هنا ببلي سلو يعني انجلتو سيزلين مجمريا كشوخو تسك كما سمم باتشو كشموسا على مسالي كالنسو بيهون ما سمم يغنيو تندرسا بچا هنا كذا صحيفة كذا صحيفة عينة قلت هي الدنيا بزينو براسي ترتنو مالا تشلالو ندو يعو الناس منتن بنورم كنسو سالسما إهن عدريجي ودن نسو سيهد كذابو هالا لسمي ودن نسو كربال لهم على تنا بتج أماري حفظات شون لما تناكري ردازند ولاجات شو تيبنا سلاتا جوز قرآن يتكادا كاسيت قستو ومستت بحفظات شو لاي قوله منا تجعو طوال يمي قرمه يو بمجمرا يو يحفظ كسالة يو اللي يو اند حفظ مي قبا فنين براباتين او يو كاسيت درو أو إيه ولا المتام نبرة درو مجمرة أو تيبون قصرين كاسيتهم يحذي في مبالون كاري السنو أو السنو تلقو ندرشام يوصدهم عرفنا أو نحفز مكنات ميهونو السنو تيبون كاسيتهم قصتو سلامة ألينك يعني نية سماهون انجلي يما دي كذابو هالا يسونا ينتكير أذلك لزاريكي كذاو هيجي ودشو خدشو السماء لهم عرفنا لنا بزيانة منقرنو يو قراءتون كزانك لنا ودس ياو بيجن كلا تيارا قوال زابو حالا ويهنجو ودشو وشو السمع له مالات إنا كبالو درشامي وصدو مانو عباتينو مالات بسنا مقبارنا بحفظ لاي اياب براتاتو ياسادقوات شوننا ترو تربية درقولات شون شيخات شونم شيخ عثمان الرسوم شخو تشوما بسا تشوم كو بتام تلك ويتال اللات شو لاني مالات من دونه ساتشو يدرو تاريخي نقولي نبرة شخص صالح من بالو حج مثالي كحج كبير من بالو سوي نبرو إنك ساتشو كرتوا عليه شخص صالح من بالو سلازي يساتشون تاريخ لذي نبرو
እንዱ አንተን መጠብቅህ በነሱ አይነት መንገድ እንድትሄድልኝ ነው ወይም የነሱን ደረጃ እንድትይዝልኝ ነው ብለው በጣም እኔን ብቻ የተለያየ አይነት ምክሮች ይረግሱኝ ነበር እና የሚሰሩትን በሙሉ ሀጅደዊ ይሄን ለምሳሌ ይሄን ያስቀሩኝ ነበር ወይም በቀን እንኳን 15 ጁስ ነው ቀርተው የሚውሉ የነበረ ሀጅደዊ ይባሉት ለምሳሌ ያን ሁላ ድረሳም ያቀሩ ደሞ አዳራቸውን ደሞ ቁርአኑን ሲቀሩት ያደራሉ ቀንም ደሞ እንደዚህ ፋታ ባላቸው ጊዜ ብቻ ሼክ ሷሊህ ማለት ለኔ በጣም ትልቅ ባለውለታዬ ናቸው ባለታሪካችን በዚህ ሂደት ቁርአንን ለመሸምደድ 5 አመታት ብቻ ወስደውባቸዋል ይህ አይናቸውን ካጡ ሰዎች አንጻር ከባድ ነው አዎ ለማህፈዝ ፈጀብኝ አንድ 5 አመት ይሆናል እንግዲህ ለተቅዲረን እንደዛ ይሆናል አንድ 5 አመት ያው እየደጋገምኩም እንደው እንዳይጠፋኝ በሚል ነው ነው ያው እየደጋገምኩ ያርቃም 5 አመት ነው ፈጅቶብኝ ይህ ከሆነ በኋላ ሼክ ዑስማን ወደ ሰፊው የውቀት ባህር ሰጠሙ የትውልድ ቀያቸውን ለቀው እንደ ማንኛውም ደረሳ የአቡ ሐኒፋ መዝሃብ ወደሚቀራበት ከጎንደር በጥቂት ኪሎ ሜትር ርቃ ወደምትገኘው የእንፍራዝ ከተማ የደረስነት ሰፈር ገብተው እውቀት ይቀስሙ ያዙ ቁርአን ከጨረስኩ በኋላ ለምሳሌ ከዛ ከጎንደር ትንሽ ያው ቂራአት ቀራለህ ግን ሰፋ ለማድረግ ደሞ ያው ዒልሙን ላንተ ለራስህም ለሰውም እንድትሆን ሰፋ ማድረግ አለብህ ዒልሙን እንጂ ትንሽ ያው ጎንደርም በዒልም ነበር ነው ግን ከዛ ወጥተን ደሞ ወደ ምፍራስ የምትባል ደሞ ቁልቋል በር ይባላል ቦታው እዛ የሚያስቀሩን የነበሩት ደሞ ሸሁሴን ይባላሉ እና ከዛ ሄደን ደሞ ከሹሩጥ ሶላት አንስቶ እስከ ቁድሪ አቡ ለይስ ሙቀዲማት ጧሕፋ ኑር አልኢዷህ ቁድሪ ይሄ ሁላ የሚባል እንግዲህ ትምህርት አለ ከዛ ውስጥ ያንን ሁላ ከዛ ደሞ እየተፋጋ መስአላን ከመስአላ ጋር ያጋጨ ምትማርበት ቦታ ነው እና ያ ምንድነው ሰፈሩ አልহামዱሊላህ ዒልም ተወጣለ አቡ ሐኒፋ ምን አሉ አቡ ዩሱፍ እንዴት ነው ያሉት እዚያ መሐመድ ኢብኑ ሐሰን ምንድነው አሉ ብቻ በአቡ ሐኒፋ ታዋቂ የሚባሉት የነበሩት አሁን 5 ሸኾች ናቸው አቡ ሐኒፋ አቡ ዩሱፍ መሐመድ ኢብኑ ሐሰን እና ሐሰን ኢብኑ ዚያድ እና ኢማሙ ዙፈር የሚባሉት እነዚህ 5ቶቹ እንግዲህ በአቡ ሐኒፋ መዝሃብ መስአላ ሲጠየቅ እነዚህ ናቸው እና እንፍራዝ ማለት በጣም የዑለማ ሀገር ነበር ዑለማ በጣም የሚበዛበት ሀገር ነበር ለምሳሌ ብትጠቅስልን ነፉርቃና ሀጀኑስ የሚባሉ ነበሩ ከሀጀኑስ ደግሞ ልፍትልና ደግሞ ቁልቋል ብሬኝ አለ ግራምጢት የሚባል ደግሞ እና ሀጅ መክይ የሚባሉ የሚያስቀሩ ነበሩ ብቻ እንዴት ያለ ዑለማ ሀገር ነበረ ያው ሁላ የሚቀረበት መዝሃቡ ሻፊዒ አይታወቅም አቡ ሐኒፋ ነው ያው በእኛ ሀገር እንደምታውቀው በጎንደር ዙሪያ አቡ ሐኒፋ ነው ስለዚህ መቼም አልሐምዱሊላህ ያ ያን ሁላ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ላይፉ በጣም ደስ ይላል ቂራአቱ ሁሉ እንደው አቀራራቸው ሁላ በጣም ደስ ይል ነበር ሼክ ዑስማን አሁን ኑሯቸውን አዲስ አበባ አድርገዋል እስካሁንም ቁርአንን ቁጥር ሳይስቱ ጠንቅቀው ያውቁታል ጊዜያቸውንም በዚህ መልኩ ያሳልፋሉ አሁን አንድ ሰባ ከገባው በቃ ማደርገው ምንድነው ሙራጃዓ ያደረኩኝ እየቀራሁም እያስቀራሁም አልহামዱሊላህ ያው በተቻለኝ አቅም እንደው ያው ብዙ ጊዜ ሙራጃዓ ተደርገል ይሄ የምትማረው ደሞ የሚቀራም ደሞ ሲመጣ ታስቀራለህ ያው ብቻ በዚህ ሁኔታ ነው አሁን አዲስ አበባ ሆኜ ይሄን ጊዜ በዚህ ነው ያለሁት ቁርአን ማንበብ ስላለው ጥቅምና ሐሴት ሼክ ዑስማን እንዲህ አስረዳሉ የቁርአን ፈዳኢል አልቁርአን የሚባል እንግዲህ ያው መሐፈዙ እንዳለ ጥቅሙ ብዙ እንደሆነ ማለት ነው ግን ዋናው ዛሬ ምንድነው በወክል የሚመክረው መሐፈዝ የሚባለው አሁን ድሮ ብርቅ መስሎ ይታየን በዛሬ ሁሉም ልጅ ሁሉ ያፈዘዋል መሐፈዙም ቀላል አይደለም ቀላል ነው ግን ከመሐፈዙ ጋር ዋናው ምንድነው ወለዓመለ ቢሂ ነው መስራቱ የሚባለው ነገር ቁርአኑ ምን ያዛል ቁርአኑ ምን ይከለከላል ነው እንጂ ምን ሸምድዶት ሰውየው
شمدلوت بزاك السرابت من دنا إيه من دنا وقرآن من دالو كمثل الحمار يحمل أسفارا بالإنجليزية سورة الجمعة مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارا أو أن أهيئت لي كتابة شئنات من دنا تمار والج وين مصوات والج لا لا ينفعها نا من دنا وأنه ما حفظوا زاري تلجه اللتن بتلاقي جينت مدرسة قبته يحفظوا تنو ما حفظوا مالتها للم ما حفظوا مش يطورونه النبال قلن كما حفظوا قار وزاوست قرآن وسويه فلعنة الله على الظالمين فلعنة الله على الكاذبين إلى يالله أرقمان بالظالم وش لا يالله أرقمان بوشتها مش لا يورد سيل ميواش كهونا ميسرك كهونا ويمسو ميظلم كهونا قرآن بكره قلت لراسون يترقم سلازي من دنو أو وانو هزيلي مرها درق اللي نيزو ميقبو كما حفظو قارا وانو تقوى الله ميبالو نقر ونديت ودك الباتشن نمتعو ميلونا سلازي كما حفظو قارا تقوى الله ملينوريك يقبال حسن الخلق من دزو تقوى الله إن حسن الخلق كقرآن قر ميهد إهانا قرآن لما حفظ ميبالو زاري مسفرتو بوزونو سويو ما حفظ مالت كاللالنو ما حفظ مالت كاللالنو الآن نسمون حفظ جوال الهلال ويمكامت بوهالا بيتأيوكو تيلو مزيرو نمي هونو مالتنو من دنو حفظ القرآن شأنو من دنو كسوغار بوزو نقرأ بزام كسوغار بوزو قنينيونت ما بزاتي اللبتم تخلينو بوزو قزي من دنو سو تخلي مهون اللبت كسو مراك اللبت بوزو نقر ما بزاتي اللبتم عندو قرآن عندو حفظ تناقر كالكين مالتنا سلازي من دنو كسوغار بوزو من نقر اللبتم تقوى الله ما بزات اللبت حسن الخلق ما بزات اللبت ليلة تهجد تنستو مسقر اللبت أخلاقه ليلوش ميسبعينة مهنة اللبت بتشا إيه من دين إيه الميادرك كهنة سويه دائما كالسجارة وقرآن وأبروث اللي كمت إشلال مالتنا إيه الميادرك كهنة دين عند سمون بتشا حفظوا اللي مبال ويمدمو فكر كلا ياو عنده تبلو الله اللي مبال يا حال كالو هنا نجي منهم سويه كالسجارة قرآنه ويم عندور كالسجارة اللي كمت لا تشلال كذابوا هلا جن بتيكوا منهم عنده كفت القرآن بتيكوا ترش من ما يملس له درجة اللي هون يشلال القرآن سكارة الحمد لله إن هون بوزينة تنقطوا تشلوا يا الدنيا السبادة يتلاقي أنا ترسبوا تشلوا يعني بك القرآن سكارة بك ترسوا الله القرآن من دون ما تلقي هون سميت الله وك عنده أشغاله الله ودقيته سلمي هون كلن الدنيا وحساب انت تبقى ابوزو نغير ياسرسحال ابوزو نغير بتشاب تلك حسيت الله تلك لست الله فضائل القران بوزو نو الحمد لله من تكما الله يرجع يو تلك فضائل الله نو من الاول ماجيون تولدم عندي مكروتال قران لمحفظ من دني يفلقال لبون عند ما درك من جمريا نغير لبون القرآن لما حفظ سويه لب الناس أكل هنا ك كحسب أنتن ك كخلاص أداه ما حفظ أي شيء القرآن من دونه شأنه لاني لبهن لاني ستين يلال سويه القرآن يحفظه وين مدر إلى حسب وين مدبر وين دمو حسب ودبيته مهدي بتكون إيه أي ليزوا أي شيء معرفه سلذي القرآن شأنه من دونه لاني ستين نميله حسب بمولو سلذي القرآن لم بزمن لم يحفظه تياو طرناه بمتاجه قل ياو فزاجارا قل حب الله ورسوله إن إهن كادر رغم تشم مشم دلا شوي كرم نع ولا عمل به نم لون الناس بزاك سرهم مشم دلو كلا إن شاء الله إنهم حفظنا تشونا فتنا بيت إيه النادر قل له تشو قالنا كتكيت تياكي وشكار وندم كاملين يفتناتشو زنداس قبانو اقرأ من قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ولتن ياكي اقرأ من قول الله عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون حسبك سوستنيت إياكي اقرأ من قول الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير
صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. أشي أهون أني كقرآن أنكز أنك ألس تك سلاتشو يعني هي كألي اللبتن أنكزون يعني بولينجنا هي أنكز سنتانيا أنكز عندهوننا يسورة عندهم يجينا قرنجال. فلما رجعوا إلى أبيهم أشي أهون بتأيك المسرد ياو فلما رجعوا إلى أبيهم ملو سورة يوسف نو تناولنا من إلى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ما تككل تمام السؤال. عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. مكلبين تعلمونهم ميلو أهوني تيك سورة المائدة نو أنكز قطر مالتنا أهوني تيك سورة المائدة نو أراد قطر نو من إلى المسألة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. شيخ عثمان بل جنة تاتشو بغندر كفل هجر يكون ينبرون يعيد الأضحى أكبابر اندي هستاو سوتال يعيدون ما ياو غندر سالن ياو لجنة برن ياو بك بي عرفة وضحية تردال كوضحية ومهل ملس دمو من دينو بنيا قرمي تاوكو غندر بك بي بيتو تيلا الزمد بيتي نورهن بك مان زمد يال بك اي زاقزي بقال نوت الزميلة زمد سيبال بك ويم يهدك بيتشا نديتنا تشوبلا بيتشا يزاقزي زمنو تشنيت يكرم تسلفو نا عرف هذا السميلو أيام التشريكم أو كذا من قرن تسلفوا الناس مودة ودا أنت بيتي متقلو أنت مودة مودة الناس تير على بتشا بتأمن ودا السميلو يقندر أكبر عرفه بتأمن السلام. شيخ عثمان رأي يهونون لقرآن النساء الله يكيامك أن إرسال شوننا مسلو تشاتشون وبيادرجو يموجتنا لنا. ደሞ ማስተላልፎ መልእክት ደሞ በመጀመሪያ ለአረፋ ለዚህ ለተከበረው በዓላችን እንኳን በሰላም አደረሰን እና ብዙ ማመሰግናቸው በህይወቴ ብዙ ለታ ያላቸው ሰዎች አሉ በህይወቴ ውስጥ ያው አንደኛ ነገር ያው አባቴናቴንም መጀመሪያ እነሱን ማመስገን ፈልጋለሁ አባቴናቴን ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር ያው አላህ ይማራቸው ሸክ ሳዒድ ሰለም ባሉትንም ነሸሙሳንም በተለይ ደግሞ ይሄ መርከዚ ሼክ አብዱላህ ብዙ ውለታ ያደረገልን ቤት ነው። በጣም ትልቁ ቤታችን ይሄ ነው እና አንደኛ ነገር ተውሂድ አስተምሩን ብዙ ነገር እናንተንም ደግሞ ሱና ቲቪዎችን ደግሞ አላህ በየአመቱ በየለቱ ልትገኙ አላህ ያርጋችሁ ስራችሁንም የተቃና አላህ ያርገው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት በዚሁ ቀጥሉበት እና ለሙስሊም ለሙስሊማቱም በሙሉ ያው ለዚህ ለሐጅ ወራትም ለአረፋውም በዓል እንኳን አደረሳችሁ በየአመቱም ሁልጊዜ የምንገናኝ አላህ ያርገን ባረከላሁ ፊኩም ሰላሙ አለይኩም። ውድ ተመልካቾች በድጋሜ እንኳን ለዒድ አልአድሃ በሰላም አደረሳችሁ። ይህን መሰናዶ አሱና ቴሌቪዥን ك
ከሙሐመዲ መልቲሚዲያ ጋር ተባብሮ አዘጋጀላችሁ ወሰላሙ አለይኩም አው በአረፋ በኩል የሚጠቅሰው አያት ሰለላሁ ኢብራሂም እና ሰለላ ነቢ اسماعيل ማለት ነው በጣም ልብ ሚነካኑ ያው መቼም ሱረቱ ሰፋት ያለው በጣም ስለነሱ በጣም በሰፊ ሂዱበታልና አንቀጹን ለመቅራት ይላል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم عيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير